بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا ومتابعينا الاعزاء، سعد الله مساكم بكل خير ومحبه. تتواصل التحديات والاثاره على ارضيه ميدان التحدي، ميدان الشحانيه في هذا المساء، وشعارات ابناء القبائل وسن اللقايه ورابع ايام هذا المهرجان، مهرجان سيف امير البلاد المفدى. وعلى بركه الله ينطلق الشوط التاسع الخاص للبكار من مسافه 5 كيلومترات، وجائزة هذا الشوط تويوتا لاند كروزر ستيشن جي اكس. نسير مع هذه الاسماء المنطلقة ومع هذه الشعارات المندفعة والباحثة عن الناموس. نبدأ مع البداية، اول المراكز شواهين غانم بن جاسم بن ربيعة الكواري يقدم لنا هناك شواهين مع البداية واول الاسماء. ثاني المراكز امانة بشعار محسن بن حسام بن زيد بن ديلة المري يقدم لنا أمانة مع ثاني الأسماء. ثالث المراكز القادمة ريادة صالح بن مسلم بن طالب بن عقيل يقدم ريادة مع ثالث المراكز. رابع الأسماء القادمة مع رابع المراكز الشامخة سالم بن عامر بن راشد المدهوشي يقدم لنا الشامخة مع رابع الانطلاقات. خامس الأسماء وصلت مزنة حمد بن غانم بن سلطان الهديفي يتقدم مع خامس المراكز. ها هي النتيجة الأولى مشاهدينا متابعينا الأعزاء للخمس المراكز المتقدمة والخمس الشعارات المندفعة والمنطلقة في دائرة النداء والإذاعة. نعود مع البداية مع أول المراكز أمانة على الانطلاق الأول. محسن بن حزام بن زيد بن ديلة المري يقدم لنا أمانة مع الانطلاق الأول. ثاني المراكز وصلت شواهين غانم بن جاسم بن ربيعة بن عيسى الكواري يقدم لنا شواهين غانم مع ثاني المراكز وثاني الانطلاقات. ثالث المراكز متقدمة ريادة، من تبحث عن ريادة هذا الشوط صالح بن مسلم بن طالب بن عقيل يقدم لنا ريادة. بو فيصل مع ثالث المراكز. رابع الأسماء ورابع الانطلاقات ترى الاسم القادم والمتقدم مع رابع المراكز شعار المدهوشي يقدم لنا الشامخة سالم بن عامر بن راشد بن سعيد المدهوشي مع رابع المراكز ومع الشامخة. خامس الأسماء وصل الشعار الهديفي يقدم لنا مزنة حمد بن غانم بن سلطان الهديفي ممثل معذر الدايم مع خامس المراكز. ها هي النتيجة الثانية مشاهدينا متابعينا الأعزاء للخمس المراكز المتقدمة وهناك أسماء وشعارات خلف دائرة النداء والإذاعة لم يحم موعد دخولها. نترقبها في الأمتار القادمة والأمتار الحساسة. نعود إلى الصدارة، نعود إلى البداية، إلى المقدمة. أمانة على البداية من بداية الانطلاق. محسن بن حزام بن زيد بن ديله المري يقدم لنا أمانة مع الانطلاق الأول. ثاني الأسماء وصلت القادمة والمنطلقة هناك شواهين غانم بن جاسم بن ربيعة بن عيسى الكواري يتقدم مع ثانية الأسماء وثانية الانطلاقات. ثالث المراكز شعار بن عقيل مع ريادة صالح بن مسلم بن طالب بن عقيل مع ثالث الأسماء وثالث الشعارات. رابع المراكز وصلت القادمة الزعفرانة سالم بن محمد بن سالم الحزاب يا مرحبا بهذا الشعار القادم مع الزعفرانة مع رابع المراكز ورابع الانطلاقات. بن حزاب واصل سالم بن محمد بن حزاب يتابع ويراقب هذا الشعار من تحت الرابع المراكز الزعفرانة. خامس الأسماء وصل شعار المدهوشي يقدم لنا الشامخة سالم بن عامر بن راشد المدهوشي يتقدم مع خامس الأسماء وخامس الشعار
الشعارات، وصلت الأسماء، وصلت الانطلاقات، قادمة من أجل الفوز، من أجل الانتصار. ولكن أعود مع الصدارة، مع الانطلاق الأول. أمانة أمانة، محسن بن حزام بن زيد بن ديلة المري يقدم لنا أمانة مع ثاني المراكز وثاني التحديات، ثالث ثاني المراكز. وصلت شواهين، غانم بن جاسم بن ربيعة بن عيسى الكواري يتقدم مع ثاني الأسماء، ثالث المراكز. وصل ابن عقيل يقدم ريادة، صالح بن مسلم بن طالب بن عقيل رابع المراكز. بن حزاب يقدم زعفرانة، المدهوشي قادم، شعار بن بادي أراه قادم من الصفوف الخلفية. ولكن أعود مع أجواء الكيلومتر الأخير والخطير. أمانة أمانة، محسن بن حزام بن زيد بن ديلة يتقدم مع البداية، مع أول المراكز. ثاني الأسماء شواهين، غانم بن جاسم بن ربيعة الكواري، ثالث الأسماء وصل ابن عقيل، وأيضا أرى شعار بن بادي يقدم لنا صيد. يا صيد غيرت صيد، انطلقت صيد. محمد بن مبارك البادي النعيمي غير النعيمي، غير إلى الانطلاق الأول. بن عقيل مع ثاني الأسماء ريادة، صالح بن مسلم بن طالب بن عقيل، ولكن صيد 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 انطلقت مع الفوز، مع الانتصار. محمد بن مبارك البادي النعيمي مشكور يا ابو مبارك على هذا الأداء وعلى هذا الانطلاق. صيد مع الفوز، صيد مع الانتصار. المدهوشي قادم، المدهوشي قادم، ولكن البادي بن بادي راح مع الفوز مع الانتصار. محمد بن مبارك البادي النعيمي، وتهنية يا ابو محمد على هذا الفوز وعلى هذا الانتصار. سلام صيد سلام، تهانينا تهانينا والناموس لمالك صيد محمد بن مبارك بن محمد البادي النعيمي على هذا الفوز وعلى هذا الانتصار. ثاني المراكز، وصلت الشامخة سالم بن عامر بن راشد المدهوشي، وثالث المراكز أمانة محسن بن حزام بن زيد بن ديلة المري، ورابع المراكز رابع المراكز وصلت الزعفرانة سالم بن محمد بن سالم الحزاب، وخامس المراكز ريادة صالح بن مسلم بن طالب بن عقيل. مشاهدينا متابعينا الأعزاء، تهانينا تهانينا والناموس لمالك صيد من أتتنا في الأمتار الأخيرة، وتصطاد الناموس بشعار محمد بن مبارك البادي النعيمي. وسعد الله مساك يا أبو مبارك على هذا الفوز وعلى هذا الانتصار. 7:19:39 جزء من الثانية، ونهني مبارك بن محمد البادي النعيمي. مساء الخير يا أبو محمد على هذا الفوز وعلى هذا الانتصار، وسلام يا صيد سلام. ثاني المراكز، وصلت الشامخة بشعار سالم بن عامر المدهوشي، 7:20:57 جزء من الثانية. تهانينا والناموس لمالك الشامخة سالم بن عامر المدهوشي، وثالث المراكز وصلت في همانة، والتوقيت الزمني 7:21:57 جزء من الثانية. تهانينا والناموس لمحسن بن حزام بن زيد بن ديلة المري، فتهانينا والناموس للجميع.